عطوفة نقيب المحامين المصريين، الإخوة النقباء النقباء المحامين العرب، تحية الحق والعروبة. ابتداء أريد أن أعرج على ما ابتدأت به في حديثي في المؤتمر السابق عندما تم الحديث عن، قلت عبارة صريحة كانت بأن النيران لا تطول فلسطين فقط وإنما بدأت تطول الجميع. تحدثنا في حينه عن مخطط موشي شريط وبن غوريون، وقلنا بأن علينا جميعا أن نعود لهذا المخطط. هذا مخطط موجود يدرس، يعني أي واحد فينا يستطيع أن يدخل على جوجل ويفتح هذا المخطط، سيرى بأن موشي شريط وبن غوريون وهم قادة الاحتلال قالوا في حينها بأنه نعم نحن لدينا سلاح نووي، ولكن هذا السلاح لا نستطيع أن نضربه للعرب لأن رذاذه سيعود علينا. نحن لا نملك إلا أمر واحد حتى نبقى موجودين في هذه البلاد، نحن نعيش نقطة في محيط عنصرية وفي محيط العرب، علينا أن نقضي وعلينا أن نضعف سوريا والعراق ومصر. هذا مكتوب وهذا يدرس في الجامعات الإسرائيلية يا إخوان. في حينه هذا الموضوع لم يأخذ صدى لدى العالم. في سنة 1980 وللذكرى كان هناك شخص بروفيسور يهودي أمريكي اسمه برنارد لويس. هذا الرجل وضع خطة لتقسيم الوطن العربي. علينا جميعا أن نعود إلى هذا الاسم ونفتح على برنارد لويس الذي وضع خطة لتقسيم الوطن العربي، وتم اعتماد هذه الخطة سنة 1983 من قبل الكونغرس الأمريكي في جلسة سرية، وهو تحدث عن تقسيم العراق، وهو تحدث عن تقسيم سوريا، وتحدث عن تقسيم مصر، وتحدث عن تقسيم جنوب السودان. هذه الأمور جميعها جميعنا واعيين عليها ونعلمها، ولكن جميعنا وقادتنا لا أعلم لماذا لا يأخذون بها. لنعود لموضوعنا في سوريا، أنا فقط أريد أن أعرج ولو بالقليل على وضع الفلسطينيين في سوريا، لأن لسوريا علينا جميل. سوريا، سوريا العروبة، سوريا التي احتضنت مخيماتنا، احتضنت شتاتنا في مخيم اليرموك الذي هو اليوم هو عاصمة الشتات الفلسطيني، وهو عاصمة ثقافة الشتات الفلسطيني. مخيم اليرموك الذي هو مخيم الفدائيين، مخيم أول الرصاص وأول الثورات. الجولان المحتلة كانت طريق الفدائيين، كان الشعب السوري والحكومات السورية تيسر لهم ما استطاعوا من أجل الإبقاء على المقاومة. اليوم نحن نقول بأن شمال غرب سوريا هو مثله مثل الجولان. المحتل هناك هو محتل هنا، لا يفرق شيئا الاحتلال التركي عن الاحتلال الإسرائيلي. فمجد الشمس بالجولان لا تقل أهمية ولو بقيد أنملة عن المدن وعن القرى المحتلة في تل الأبيض وفي باقي المدن والقرى السورية المحتلة من قبل القوات التركية. يؤسفني بأن الشارع العربي والشعوب العربية اليوم هي شعوب لا تبالي من هذه المواضيع. بالسابق كان عندما يتم أو يستشهد شاب فلسطيني تصرخ أمه أين الحكام العرب، اليوم تصرخ الأم وتقول أين الشعوب العربية. الشعوب العربية اليوم أصبحت في سبات. أنا أقول بأنه لو من منا فقط راجع القرارات التي صدرت عن جامعة الدول العربية في الاجتماع الأخير، اجتماع وزراء الخارجية، فقط من منا راجعها سيعلم بأن كل ما جاء فيها ليس شيء.
وجميعنا لا نعلم، حتى لا نعلم ما هي هذه التوصيات التي خرجت. سوريا هي دائما وأبدا قلب الأمة العربية، مثلها مثل مصر الحبيبة. لهذا يجب علينا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نخرج فعلا بتوصيات عن هذا المؤتمر، يعني يليق ويكون بقدر الحدث، حتى يتم دحر هذا المحتل عن الأراضي السورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.